من أحب. ماذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ قال عينان لا تمسهما النار. من هما؟ عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. أيها الأحبة، قال عينان، يا ترى هل عندما قال عينان بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام قصد العينين لإلك أم قصد نوع العين؟ قصد النوع وليس الجنس. هناك عين، أي كلتا العين تبكي من خشية الله، وهناك عين باتت تعرض في سبيل الله. لماذا ما طلب الفعلين من عين واحدة؟ قال عينين، ما قال عين لا تمسها النار، تبكي من خشية الله وتحرص في سبيل الله، باتت تعرض في سبيل الله، قال عينان. إذن هذا حال ثغر وهذا حال ثغر. هناك من لم يجد من فعل البر، كبير ضعيف بسيط، ما وجد إلا أنه يبكي. تعرف معه تبكي؟ تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البكاء فعلا يؤثر في حركة الأمة وفي نصرها. عين بكت من خشية الله، ليش تبكي من خشية الله؟ لماذا تبكي من خشية الله؟ استشعار الهم تماما، للحرص على الأمة، لأن أنها تريد الجنة وتهرب من النار، لها ولعباد الله من هم مثلها، أليس كذلك؟ فتصور هذه العين التي بكت من خشية الله، قال لا تمسها النار، وعين أخرى باتت تحرس في بلاد. رأيت المفارقة أيها الحبيب؟ واحد في الجهاد، واحد قاعد يبكي، إيش قد الفرق بين العملين؟ كم البعد؟ واحد جالس يبكي، أي النسوان تحسن، الأطفال تستطيع، أي واحد يقدر عليها. أما الثاني في على خطوط النار بين الموت والحياة، وجمعهما في حديث واحد، هذا قدر على هذا وهذا قدر على هذا، فكلاهما لا تمسون. هذا معنى في العيث، شو أداء الدور، ما تستطيع ما تقدر عليه. الإشارة الثانية في الحديث أيها الأحبة، هل يا ترى يشترط تكرار الأمر منك على الدوام حتى تنال هذا الأجر؟ ابدا. تصور كرم الله سبحانه وتعالى، يعني ربما انت مره واحده تبكي من خشيه الله فتنجيك يوم القيامه، وربما مره واحده حرست في سبيل الله فخلاص لا تمسك النار. ذاك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن اخطا حاطب بن ابي بلتعه؟ حاطب بن ابي بلتعه شهد بدر، لكن بعدها راح كتب كتاب الى قريش يحذرهم فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعني يريد غزو مكة. فالأمر هذا اسمه خيانة الدولة، الخيانة العظمى في المصطلح المعاصر. فيوم جاءوا به متلبسا وجابوا الدليل وكشفوا الأمر، فالصحابة شتموه ذموه، سيدنا عمر فورا سحب السيف قال دعني أقطع عنق هذا المنافق يا رسول الله. صوروا، احمدوا الله أني لا يوجد بين الآن عمر الخطاب، كان ما بقي رأس على كتف، بدءا برأسي أنا كان حصدت. لكن أكد فأقول نحن في جاهلية جديدة، محكومون بنظم جديدة، يجب أن نجد لها آليات جيدة، ونجد لها يعني من 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 روح الشريعة ما يناسبها في التغيير والحركة، واضح؟ فلو كان عمر بيننا لا ما أبقى رأس على كتف. حاطب، انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال لحاطب، قال إنه شهد بدر وما أدراكم، لعل الله طلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الموقف لم ينسى، إذا نسيه الخلق فالخالق لا ينسى، إذا نسيه الخلق فالخالق لا ينسى أبدا. ومن هنا حينما ترى يعني إخوانك ممن هم في طريق الحق عملوا معك في النهار، ثم يخطأ أحدهم أو يزل زلة أو يسقط سقطة، لا تنسى له السابقة، لا تنسى له مواقفه، مد إلى يد أوقفه من جديد، أقل من عثرته، فهذا فيه خير أيها الأحبة. أعود فأقول أيها الأحبة، انظروا حاطب لأنه شهد بدر، لا تقولوا في حاطب إلا خيره، ونهاهم أن يقولوا فيه سوء. إذن ربما تكرر منك الفعل مرة واحدة فتنجو به ولا تمسك النار، فكيف إذا كان هذا ديدنك؟ كيف إذا مر بكيت من خشية الله، ومر حرست في سبيل الله، ومر وكنت متنقل بين هذه الثغور؟ هذا يزيد أجرك، مو بس لا تمسك النار، في مقام ترتفع درجاتك، يعني مو بس بدنا ما تمسنا النار بدنا ندخل الجنة، مو بس بدنا ندخل الجنة نريد أن نرتقي فيها حتى الفردوس الأعلى، أليس كذلك؟ و
وحتى نكون من أهل الغرف. إذن تعالوا نسد ثغورنا أيها الأحبة، تعالوا نسد ثغورنا، تعالوا نعمل الممكن، تعالوا نفعل ما نستطيع، وكلنا يستطيع شيء، كلنا يستطيع شيء.